الأسواق، واش غنتصدر ديال المواد الفلاحية من عدمه؟ أكدت في هذه الندوة غير ما مرة الأولوية للسوق الوطنية. يمكنش حنا على أبواب شهر رمضان أنه نعطي واحد تفضيل معين لسوق معين على لا، السوق المحلية الوطنية ديال المستهلكين المغاربة هي اللي عندها الأولوية. نهار إن شاء الله مع هذا التحسن ديال الأمطار الخير اللي عرفتها بلادنا، ويبداو هاد المنتوجات تنتج بشكل كافي ونرجعوا لواحد الوتيرة عادية في سنة عادية، أنا ذاك يمكن أن نفكر في هذا المجال.